مرحبا بكم متابعينا. إثر دورية أمنية للحرس الديواني، قامت فرقة الحرس الديواني بافتكاك سيارة مهربين كانت محملة بعجلات سيارات، واللي كانت في طريقها من ليبيا نحو أحد المخازن بمدينة سيدي بوزيد. لكن دورية الديوانة قامت بالتصدي لهذا، وقامت بافتكاك السيارة، الشيء اللي خلى فوضى واحتقان في صف المهربين اللي بدورهم استدعوا زملائهم المهربين ودخلوا في مناوشة لمحاولة افتكاك السيارة المحجوز وإغلاق الطريق على الدورية الديوانية والاعتداء بالعنف على أحد أعوان الديوانة اللي كان بصدد تنفيذ مهامه. وهذا الكل صار بدون إيقاف أي نفر من بارونات التهريب هذا، خوفا من التصعيدات اللي باش تصير عن جراء هذا. لكن الفيديو هذا دار على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة كبيرة، اللي وصلت حتى لرئاسة الجمهورية، اللي لاحظوا تسلط بارونات التهريب هذا اللي قاعدين ينخروا في اقتصاد تونس يوم بعد يوم. وهذا الكل بالقوة اللي وبأمر من رئيس قيس سعيد قامت أحد الفرق المختصة بمداهمة مخازن بارونات التهريب في سيدي بوزيد، وبدورية أمنية ضخمة قاموا بإيقاف عديد بارونات التهريب في سيدي بوزيد، وقاموا بحجز بضاعة فوق قيمتها 3 مليارات. وقامت الدورية الأمنية الضخمة هذه بتنظيف ولاية سيدي بوزيد من كافة النشاطات الغير قانونية واللي تتمثل في تهريب العديد من الأشياء من ليبيا نحو التراب التونسي، وهذا بالطبع يضر بالاقتصاد التونسي واللي كانت العديد من الأسلاك السياسية تغطي على هذا وتتعاطى في أموال من عند بارونات التهريب هذا. في آخر الفيديو إن شاء الله ربي يستر حال بلادنا تونس، وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوفيكم بكل المستجدات.